طيب احنا هنكمل في سلسلة المحاضرة اللي احنا بدأنا فيها المرة اللي فاتت، اللي هي الايورتا فور داميز. زي ما قلنا، ايورتا فور داميز مش معناها الأغبياء، لكن هنشرح المواضيع بتاعت الايورتا بطريقة بسيطة بحيث الناس كلها تقدر تفهمها بإذن الله، يعني حتى تبقى الموضوع سهل وواضح للناس كلها. الموضوع بتاع النهاردة اسمه انيلو ايورتوكتيزيا، وده من اسمه، انيلو جاي من الانيلوس، اورتو يعني اورطة، والاكتيزيا يعني اتساع، فهو اتساع الانيولاس بتاعت الصمام الاورطي. طبعا زي ما احنا ما اتكلمنا المره اللي فاتت ان الانيولاس بتاعت الاورطه هي اللي بتاخد الروت كله، يعني بتطلع لغايه فوق فيها من اول الكوميشر، بتنزل لتحت في النادير وتطلع تاني فوق كوميشر، وتتكرر ثلاث مرات عشان على ثلاثه ليفلتس انكلودنج الساينسز اوف فالسالفا والسب كوميشرال تراينجلز والساين تيوبولار جانكشن، وبعد كده البيزل رينج. في كل كومبوننتس دي بتكون الايورتيك روت. تكوين الايورتيك روت ده لما يحصل اتساع في اي حته، اي حته من المكونات بتاعه الروت، هيعمل لي ايورتيك ريجرجيتيشن او ايورتيك انسفيشنس. تمام، وده نفس الـ زي ما قلنا ساينس فالسالفا ليفلتس ساينوتيبولار جانكشن وتحتيها سب كوميشرال تريانجلز طبعا والانيولس. تمام، لازم عارفين ان الريليشن ما بين الفري مارجن بتاعت الكاسبس او الليفلتس والايورتيك انيولس. الليفلت ليها بيس وليها فري مارجن، زي لانها طالعه دائريه، فبتطلع وبتطلع لفوق وتنزل، فشكلها المثلث اللي احنا شايفينه في الرسمه ده، فهتبقى الفري مارجن بتاعته لازم تبقى اكبر من البيس. تبقى اكبر بقد ايه؟ بتبقى بيقول لك 1.5 مره للطول بتاع البيس. فده بيخلي لما هي الفري مارجن اطول من البيس، ده بيخليها انها لما يقابلوا بعض هيبقى الكوابتيشن بتاعهم هيبقى لفوق، مش هيبقى يعني هياخدوا مع بعض. بيقول لك like a worshiping monk، monk يعني زي عابد او يعني واحد بيتعبد. يا ريت الفتح الميكروفون يقفله عشان بس الناس كلها تقدر تسمع. تمام، like a worshiping monk، فالليفلتس هتقابل بعض، الاريا اوف كابتيشن بتاعتهم هتبقى لفوق، مش مجرد ان هما بيقابلوا بعض على السيم ليفل، بيبقى بيقابلوا بعض ويطلعوا فوق. وده الفكره بتاعت ده اللي بيمنع الريجرجيتيشن بتاع الايورتيك فالف ديورينج دايستول، لما الايورتيك فالف بيقفل. تمام، ادمت بشوي. زي ما قلنا الايورتيك انيولس والايورتيك كاسبس، الايورتيك انيولس والايورتيك كاسبس الاس تي جي بلاي ان امبورتنت رول ان مينتينج فالف كومبتنس. زي ما قلنا الساينسز على الجانب الاخر، الساينسز هي الجزء الوحيد من الفالف اللي ملوش رول في الفالف كومبتنس. الرول بتاعه زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت ان هو الاي دي كارنتس اللي بتتكون نتيجه وجود الساينس، هو اللي بيمنع، هو اللي بيعمل المينتين الكورونال بيرفيوجن ديورينج سيستول. والفايده الثانيه ان هو بيسهل الكلوجر بتاع الفالف، وده بيمنع الريجرج، بس بيمنع الريجرج indirectly، يعني يعني الاتساع بتاع الساينس، يعني لو حصل روت انيوريزم في الساينس بس، هيبقى عندي روت انيوريزم ساينس بتاعتها هتبقى واسعه جدا، ممكن توصل لغايه 5.5 و6 سنتي، وفي نفس الوقت لو الاس تي جي سليمه والانيولس تحت سليمه مش هيبقى عندي ريجرج، لان هنا المساهمته في منع الكومبتنس ان هو بيعمل ايدي كارنس، ملوش علاقه بحجمه، يعني ممكن تكون الساينس كبيره بس في نفس بس مفيش ريجرج، فيش ريجرجيتيشن. يبقى الرول بتاعها في creating the eddy currents between the cusps and aortic sinuses زي ما موجوده في الرسمه، الايدي كارنتس اللي حوالين الفالف هي دي اللي بتخليه maintain the coronary perfusion during systole، وبتبنى وبتسهل الكلوجر في الدايستول. فده ملهاش dilatation، النقطه اللي احنا عايزين نبقى واضحه ان الدايلاتيشن بتاع السينسز اونلي doesn't cause valve rigor. طيب ايه الباثولوجي بتاع الانيولو ايورتيكتيزيا، او ايه الجنرال ايه الديزيز اللي بتصيب الانيولو بتصيب الايورتيك روت؟
قلنا ان هو الباثولوجي بتاعهم بيبقى ديجنراتيف. ديجنراتيف ليه؟ احنا عندنا الانيوريزم او الـ مش الانيوريزم، الوول بتاع الاورطة بيتكون من انتيما وميديا وادفنتيشيا. الادفنتيشيا دي بتبقى فيها الفازا فازورم والكلام ده، فالرول بتاعها مساهمتها في الاورطة بتبقى تغذية اكتر منها وبروتكشن، تقوية للوول. الانتيما مهمتها ان تحافظ على السموث سموث فلو ديورينج، بتساهم في السموث فلو في البلد عشان ما يحصلش كواجليشن حاجات زي كده. طيب مين بقى اللي بيدي انتجريتي للوول؟ الميديا. تمام، انا بس يور انترنت كونكشن از انستيبل. انا صوتي واصل للناس ولا في مشاكل؟ ان شاء الله واصل، احنا هنكمل على كده. تمام، الجينيراتيف ديزيزز في الميديا هي يبقى الميديا هي اللي مينتين الاستابيليتي بتاعه الوول بتاع الايورتا. فالانيوريزم او المشاكل اللي بتحصل في الاورطة بتحصل في الميديا، مش بتحصل ولا في الانتيما ولا بتحصل في الادفنتيش. يبقى الديزيز بتحصل في الميديا ما بتحصلش في الـ في الـ في الـ الصوت وصل يا جدعان ولا لا؟ لان في شوي بيقول ان هو مش صوت مش وصل له. فهل في مشكلة في الصوت؟ نفس حد يرد عليا؟ الصوت واصل، هو بس قطع شوية في الوقت شوية. محمود ده قطع سيكا من دقيقتين مثلا، فلو حاجه يعني تكرم تعيد الكلام بتاع من دقيقتين هنلحق بحضرتك. طيب تمام، اوكي تمام، احنا هنعمل ميوت للناس كلها عشان بس نبقى نسمع بعض. تمام. بعد كده اللي عايز يعمل ان ميوت لنفسه يقدر يعمل ان ميوت لنفسه لو هيسال سؤال او حاجه. تمام تمام ماشي. تمام، الاصوات اللي بتاعت العيال دي مش عندي، عند اي حد تاني. المهم، فزي ما قلنا الجينيراتيف ديزيزز دي الميديا هي الوحيده اللي مينتين الانتجريتي بتاعه الوول بتاع الايورت. فالديزيزز اللي بتعمل انيوريزمز دي بتبقى بتصيب الميديا، مش بتصيب ولا الادفنتيشيا ولا الانتيما. الانتيما ده بيتصاب في الـ في الـ في الـ في الدايسكشن، لما نيجي نتكلم عن الدايسكشن بعد كده. والادفنتيشيا بتصاب في الانتراميورال هيماتوما، في الرابشر بتاع الفازا فازورا ان شاء الله لما نوصل له بعد كده. انما الانيوريزم اتس ديزيز اوف ذا ميديا اوف ذا فيسكل، نوت انتيما او الادفنتيشيا. تمام، فايه ايه الديجنريتيف ديزيز اللي بتصيب الميديا في الروت؟ بتحصل حاجه اسمها سيستيك ميديال نيكروزس. يعني ايه سيستيك ميديال نيكروزس؟ يعني بيحصل نيكروزس في المسل سيلز في الانترنال الاستيك لامينا، في الالاستيك لامينا، ويحصل سيستيك سبيسز وميوكويد ماتيريال. يعني انما هي اللي يبقى ديزيز اوف الانيوريزم ده ديزيز بتاع الميديا بتاع الفيسل. تمام، طيب يعني ايه انيولار اورتكتيزيا؟ انيولار اورتكتيزيا يعني انيوريزما دايليتيشن اوف ذا اسيندنج اورتا ريزلتنج ان فالف ريجر او ريزلتنج ان فالف انسفيشنسي. يعني روت انيوريزم يعمل valve insufficiency، ده بنسميه anioaortoctasia. طيب يبقى احنا لما لو حصل عندنا aortic regurgitation نتيجة مثلا elongation of the free margin of the aortic cusps، تمام، يبقى ده مش anioaortoctasia، مش تبعنا، الا اذا كان associated مع الـ مع الـ مع الباثولوجي اللي احنا فيه. انما اذا كان الـ insufficiency بس نتيجة elongation بتاع free margin، يبقى مش ده اللي تبعنا. هنتكلم بعد كده على admission للناس. تمام، يبقى هنتكلم بقى على لما نيجي نتكلم على types of aortic insufficiency. الخوري classification عملها واحد اسمه جبرين خوري، موجود من بلجيكا، اصله من لبنان. يبقى لما نيجي نتكلم على types of aortic insufficiency، يبقى احنا بنتكلم على ناس في بنتكلم على التايب 1 اللي هو بيتكلم على الانيوريزم، مالناش دعوه بالليفلتس ومالناش دعوه بالاذر كوزز. تمام،
ماشي. طيب يبقى اول حاجه كل كومبوننت من الـ من الـ من الروت اللي احنا اتكلمنا عليه هيعمل الاورتيكال سفيشنسي، قلنا ما عدا مين؟ ما عدا الساينسز. يبقى انا عندي الاس تي جي فوق، تحتيها الساينسز مالناش دعوه بيها، الليفلتس قلنا دي تبع هنعتبرها تبع الفالف ومش هنتكلم عليها لان احنا ما تعتبرش روت انيوريزم، وبعد كده الانيولس دايليتيشن بتاع الانيولس والسب كوميشنال تراينجلز. يبقى الانيولس والسب كوميشنال تراينجلز والاس تي جي، اي دايليتيشن في 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 اي كومبوننت من الكومبوننتس دي هيعمل لي ايورتيك انسفيشنسي، وطبعا محتاج يتغير. فاحنا يعني لازم نبقى عارفين الاس تي جي حجمها مقارنه بالبيزر رينج. احنا ما نقدرش نقول انيولس في الاورطة، احنا بنتكلم على يورو انترنال كونكشنز. اونستي ما اعرفش ده سامعني دلوقتي ولا لا. ناس سامعني ولا لا؟ ايه دكتور محمود سامعين؟ طب اوكي تمام ماشي. فالدايلاتيشن بتاع الاس تي جي هيعمل ايورتيك انسفيشنسي. قلنا الاس تي جي حجمها مقارنه بالانيولس اللي هي البيزر رينج، احنا بنتكلم على الرينج اللي تحت مقارنه الفنتريكولو ايورتيك جانكشن اللي تحت، بتبقى المفروض الاس تي جي اكبر حاجه صغيره من 10-20% من البيزر رينج. تمام، لو زاد عن كده الحجم ده بيعمل ايورتيك انسفيشنسي. تمام، وزي الرسمه اللي احنا واضحه قدامنا اهي. تمام، المفروض انها تبقى اكبر شويه صغيرين، لو اكبر من كده بتعمل ايورتيك انسفيشنسي. طيب لو الدايليتيشن في الانيولس تحت خالص، الانيولس تحت يعني الجانكشن، في كلام في ناس كتيره بتتكلم ان الايورتيك فالف هاز نو ترو انيولس، ده عباره عن اتاتشمنت بتاع الليفلتس في الوول، فهو مش هنقدر لما نيجي نتكلم عن الانيولس يبقى احنا نقصد بيها السب كوميشنال تراينجلز، ولما نتكلم على السب كوميشنال تراينجلز يبقى نتكلم على السب كوميشنال تراينجلز اللي ريليتد وانا كنت قاطع من امتى عشان الناس تقول لي انت قاطع من امتى؟ من اول ما قلبت السلايد دي، اللي هو يعني وصلنا لغايه ما احنا لو هي زادت، لو هي زياده اكتر من 20% بتبتدي يحصل ريجريتيشن. طب تمام اوكي ماشي. احنا ده بنتكلم على الاس تي جي، خلاص سيبنا الاس تي جي، يبقى هنتكلم على الانيولس او سبكوميشنال ترينجلز. ال ال ال, ال, ال subcommissural triangles مش كل subcommissural triangles بيحصل فيها dilatation. اللي subcommissural triangles احنا اللي related لي non-coronary sinus اللي حواليه من اليمين والشمال هو اللي بيحصل فيهم dilatation، هو ده اللي بيحصل. ليه؟ لان هما related للfibrous trigones. ال subcommissural triangles اللي related ما بين الright والleft non-coronary، بين الright coronary والleft coronary cusps او right coronary sinus والleft coronary sinus، دي تبقى muscle فبيحصلش فيها دايليتيشن لانها ريليتد للماسكولار سيستم. انما الريليتد للفايبرس سيستم نتيجه الفايبرس ترايجونز هي دي اللي بتبقى افكتد مع المارفان سيندروم او اي ديزيز بتعمل الاستيستي في كونكتيف تيشو، لان هم فايبرس، فالفايبرز دي هي اللي فيها كونكتيف تيشو، هي اللي بيحصل فيها انيوريزم. فالدايليتيشن بتاع الايورتيك انيوريزم نتيجه ان سب اور كوميشنال ترينجز بيبقى اوبتيوس، ده بيعمل ايورتيك انسفيشنسي زي في الرسمه اللي واضحة بالنسبة لنا دي. تمام؟ بس عايزين نعرف احنا بنسجل ولا مش بنسجل دلوقتي؟ احنا نسجل. تمام اوكي. طيب هنتكلم، يبقى هنتكلم على الخوري كلاسيفيكيشن اللي احنا كنا بنحكي عليها قبل كده، بتاعت الباثولوجي بتاعت الليجنز في الفانكشنال ايورتيك انيولس. خوري كلاسيفيكيشن دي قسمت الايورتيك انسفيشنسي لتايب 1 تايب 2 تايب 3. تايب 2 تايب 3 مش هجيب سيرتهم خالص ولا هنحكي عنهم خالص انهم مش تبعنا، احنا هنتكلم على تايب 1. تايب 1 اللي هو نتيجه افكشن ليفلتس موبيليتي سليمه. الخوري كلاسيفيكيشن هي نفس البيزس بتاعت الكابتير كلاسيفيكيشن بتاعت الميترال فالف، فهنا اولموست ذا سيم. فاللي عارف الكابتير كلاسيفيكيشن هيبقى عارف ان الكابتير كلاسيفيكيشن التايب 1 بتاعتها بتتكلم على مشكله في الانيولس ملهاش علاقه بالطول، ما الموشن بتاعه الفالف سليمه يبقى ده تايب 1، لو الموشن فيها مشكله ريستريكتد يبقى تايب 2، لو مش ريستريكتد
يبقى تايب 3. المهم معنى فتايب 1 هو الموشن بتاعت الفالف سليمة، يبقى المشكلة يا إما dilated annulus يا إما perforated cusp. perforated cusp ده هو type 1 D، ده مش تبعنا. إنما اللي احنا بنتكلم على type 1 A و type 1 B و type 1 C اللي هم عبارة عن dilated annulus. طيب dilated annulus type 1 A يبقى المشكلة في STJ، type 1 B في المشكلة في sinus of vulva and the STJ الاثنين، لأن قلنا sinus of vulva alone، لان sinuses of vulva alone ما تعملش dilatation of the sinuses of vulva alone ما يعملش aortic insufficiency، لازم يبقى الاس تي جي معاها. type 1 c اللي هو ventricular aortic junction او sub in another word subcommissural triangle. كل نوع من انواع الدايلاتيشنز دي بيؤدي الى different type of repair، وده مهم جدا عشان احنا ده الكلام ده بيقابلنا كذا مرة، حتى زملاء في الكارديولوجي بنتكلم معاهم ان لازم تعملي اناليسيس كويس للدايلاتيشن في الـ في الـ في الـ في الايكو. لازم العيان لازم العيانين اللي فيهم ايورتيك انيوريزم في الايورتيك روت لازم يعمل تي اي، ولازم تعملي اناليسيس للاس تي جي والساينسز، وبعد كده للسب كوميشنال ترينجلز او الفنتريكولو ايورتيك جانكشن، عشان على اساسه هختار التايب اوف ريبير. طبعا الستي بيديني فكره، بس الايكو بيديني فكره احسن، لان الراجل بيشوف الموشن وهي شغاله في كفيديو، فيقدر يقيم احسن المفروض. تمام الستي برضو هقيس المقاسات، بس برضو الايكو اهم في النقطه دي. تمام هنتكلم على type of repair depending on the type of cusp motion depending of insufficiency جاي منين لما نيجي نوصل للتريتمنت. ايه الايتيولوجي بتاع الفنتريكولار ايورتيك بتاع الانيلو ايورتيك تيزيا؟ طيب الايتيولوجي زي ما قلنا ميديال ديجنريشن اوف ذا ديجنريشن سيستيك ميديال ديجنريشن ديجنريشن بتاع الميديا بتاعه الفالف. طيب ايه الاسباب؟ اشهر سبب الايديوباثيك، او مش اشهر سبب بس هو يعني السبب كومن اللي هو الايديوباثيك ديجنريشن. في بعض الناس بيحصل ديجنريشن للميديا دي، وده بيحصل في الالدرلي بعد لما العيان ده يكبر في السن، او الشخص يكبر في السن بيبتدي يحصل بيلوس الكولاجين، وخصوصا لما يكون عنده عنده هايبرتنشن او حاجه زي كده، فبيحصل ديجنريشن للميديا، فده بيؤدي الى حصول بيحصل الباثولوجي الموجود عندنا. طيب ايه في كونكتيف تيشو ديس اوردر؟ ايه كونكتيف تيشو ديس اوردر؟ مارفان سيندروم، ايلر دانلوس، لويس دايتس، فاميليا ثروتيك اورتيك انيوريزم اند دايسكشنز. في ناس بيحصل لهم ما هماش مارفان سيندروم، ما هماش ايلر دانلوس، ما هماش لويس دايتس. احنا بنتكلم دي كل الديزيزز دي بتافكت الكونكتيف تيشو وتتجاب عن طريق جينيتك ديزيزز، يعني اقدر الاقي فيه موتيشن في جين معين، وده الشور دايجنوستس بتاعه. طبعا ما فن لي ميجر كريتيريا او ماينور كريتيريا، بس احنا بنتكلم على الشور دايجنوزز من غير كريتيريا، بيبقى اللي هو بعمل له جينيتك ستادي. في عيانين ما فهمش اي جينيتك ستادي من العالم دي، يعني كل عملنا كل دول ما فيش، بس بتلاقي ان في اسر معينه، طبعا هو في جين بس احنا مش عارفين لغايه دلوقتي، بتلاقي الاسر معينه هم بيحصل لهم ايورتيك انيوريزم دايسكشن باي كاسبل ايورتيك فالف. ده سبب مهم جدا، لانه وده سبب فيري كومن ومهم جدا، بيؤدي الى اكسلريشن في حصول الانيوريزم. هنا البايكاسبل ايورتيك فالف بيفرق عن كل الاذر انيوريزم، ان هو اللي بيحصل الانيوريزم بتاعه ليتر اون لايف. المارفان سيندروم في الاغلب بيحصل في العشرينات والثلاثينات، ساعات ممكن اصغر، ممكن يحصل حتى في الاطفال. اللويس دايتس ده اسواهم بيحصل بدري خالص، الى دانلوس بيحصل في الثلاثينات. البايكاسبل ايورتيك فالف ممكن يحصل في الاربعينات والخمسينات، وده لقوا وده غير مفصل لغايه دلوقتي، ان البايكاسبل ايورتيك فالف في type of connective tissue disease بيخلي ان هما disease affecting الايورتا كله من اوله لغايه اخره، عشان كده بيبقى معاه coarctation في عينين كتير، بس الاورطه بتاعه بيبقى diseased it's not a normal aorta. مع long run بيحصل لهم، او مش طبعا مش كلهم، بس بيحصل في جزء كبير جدا بيحصل لهم aneurysms. المارفانسن البايكاسبل aortic valve it's very common، بيقول الناس بتتكلم على ان هو 1-2% من population.
يعني لو احنا بنتكلم على مصر بلد فيها 100 مليون، يعني انت عندك ما بين مليون ل 2 مليون واحد عندهم بايكاسبيد ايورتيك فالف. لو قلنا ال 10% بس حصل لهم ايورتيك انيرسس، فده هيوج يعني جزء كبير جدا من العيانين. طبعا الانفكشن مايكوتيك انيرسس اللي هو انت برضه بتعمل طبعا انيرسس، سيفيليتيك انيرسس ده بطل، والحاجات اللي هي مش موجوده عندنا قوي موجوده بس مش كتير زي التكيوس وارترايتس وبيسس ديزيز وجاينت سيل ارترايتس او ده كرونيك دايسكشن وقلب بعد كده بانيوريزم. دي الاسباب. احنا هي كلمتين على ايديوباتيك ميديال ديجنريشن، بيحصل فراجمنتيشن للاستيك فايبرز واكيوميليشن في سيل ديبليتد ارياز اكسلريتد باي هايبرتنشن، وده كومن في بلادنا. المارفان سندروم ما هيش كومن للدرجه في مصر، ولكن ده الكومن كوز في بلادنا من وجهه نظري انا، ما يعني ما اقدرش ما فيش طبعا احصائيات لاي حاجه في مصر، بس يعني في وجهه نظري ده الكومن سايد، فده بيحصل في الاولد ايج شويه. طيب دايجنوزس، طبعا دي سكيمو فورك مكتوبه في كتاب بتاع جون هوبكنز، يعني العينين دول اعمل لهم ايه، امتى اعمل لهم سيرجري وامتى اسيبهم. الدايجنوزس بتاعهم ده الروت انيوريزم زي كل انواع الانيوريزم مشكلته الاساسيه ان هو اسيمتوماتيك. الايورتيك انيوريزم زي كل انواع الانيوريزم اسيمتوماتيك، وغالبا او مش غالبا في احيان كثيره بيبقى الفيرست سيمتوم بتاعه يا دايسكشن يا رابشر، فدي دي مشكله. فعشان كده السكريننج مهم جدا للفيرست ديجري ريليتيف لواحد عنده انيوريزم او دايسكشن. يعني لو في واحد انا شفته جاله دايسكشن او انيوريزم، مفروض ان اهله كلهم ولاده، طب مراته مالهاش دعوه، ولاده اخواته ابوه امه عمامه كده، نعمل لهم كلهم سكريننج، لازم يبقوا عارفين ان هم عرضه للدايسكشنز والانيوريزمز، لان هو كتير جدا منهم بيبقى الناس دي بتبقى سايلنت ما بيبقاش دايجنوزد، بيبقى الفيرست برزنتيشن بتاعه يبقى دايسكشن او رش. طيب لو هو presented by aortic insufficiency هيبقى البرزنتيشن بتاع الايورتيك انسفشنسي العادي اللي هو ديسني ان اكسيرشن وليفت سايد هارت فيلير، والقصه بتاعه الليفت سايد بتاعه الايورتيك انسفشنسي والانجينا والسيمتومز والكارديك والفرق ما بين اللي هو الووتر هامر بالس والحاجات بتاعه الهايبر دايناميك سيركيليشن بتاعه الايورتيك ريجيش. انما لو هو الانيوريزم والايورتيك انسفشنسي بتاعه مش عالي قوي، بتبقى السيمتوم بتاعه الانيوريزم بتبقى سايلنت في الاغلب وبتكتشف بالصدفه. طيب هكتشفها في شيست اكس راي، هلاقي وايد ديستاينم، هعمل ايكوكارديوغرافي هلاقي ايورتيك انسفشنسي وهتبان. قلنا تي اي احسن عشان اقيم الفالف كويس واقيم الروت واعرف الارياز بتاعت الروت مين اكتر فيهم هو السبب بتاع الايورتيك انسفشنسي. السي تي ده طبعا ده جولد ستاندرد، اي عيان ايورتيك اي عيان في سسبكتد انيوريزم لازم يعمل سي تي. في ناس بتتكلم ان عيانين البايكاسبيد ايورتيك فالف اللي دخل يعمل روتين ايورتيك فالف ريبليسمنت لازم يعمل سي تي. العيانين مارفان سندروم لازم يعمل سي تي ريجولرلي. العيانين اللي هم فيهم كونكتيف تيشوز اوردرز لازم يعمل سي تي على طول. الام ار اي بيدي نفس تقريبا الريزلتس بتاعت السي تي بس من غير التعرض للصبغه. طيب طبعا فاحنا قلنا لو العيان معاه سيلنج ايورتيك انيوريزم وسيمتوماتيك، يعني ايه عمره ما هيبقى سيمتوماتيك غير دايسكشن او 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 رابشر، فده المانجمنت بتاعه امرجنسي سيرجري، هيخش علشان دايسكشن والرابشر، ده عيان مش لسه هنفكر فيه. طيب نون سيمتوماتيك يبقى هيخش في القصه العاديه، العيان رايح يعمل عمليه، هيعمل سي تي وهيعمل ايكو وهيعمل الكرونري انجيو اذا كان اكتر من 50 سنه، ويعمل كاروتيد دوبلكس ويعمل جينيتك تيستينج. المفروض لو احنا يعني بلد فيها الكلام ده المفروض نعمل جينيتك تيستينج لكل العيانين عشان نعرف هل هو كونكتيف تيشو ديس اوردر ولا لا، وده يساعدنا اكتر ان احنا نمشي ورا اهله، لان الميوتيشن ده هيريتابل ميوتيشن، والمرفان اعتقد انه اوتوسومال دوميننت فهينتقل لناس كتير من اهله. تمام دكتور عياد، تقدر حضرتك تعمل ميوت لنفسك لو حضرتك عايز تسال سؤال، ان ميوت لنفسك. تمام يبقى احنا هنكمل. تمام قلنا هنيجي بقى للانديكيشن فور سيرجري طبقا للدايمتر. تمام يا اللويس تايتس سندروم اللي احنا اسوأ واحد ده 4 سم، يعني ده 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 لان الانسنس اوف رابشر فيه عالي جدا والانسنس اوف دايسكشن عالي جدا، فده وانس ان احنا وصلنا 4 سم العيان ده لازم يعمل عمليه. مارفان سندروم
ممكن من 4، في ناس بتتكلم على 4.5. بايكاسبر الايرتك فالف يزيد سنه يبقى من 5 ل 5، من 4.5 ل 5. الايلر دانلس سندروم او العادي الشخص العادي من 5 سنتي. نون هيريتابل ديس اوردر، ما عنديش كوز او ما عنديش كوز معين، ده بنبقى اكتر من 5 او 5.5. تفرق من الـ من الـ من الـ تفرق من اليوروبيان سوسايتي او الامريكان اسوسيشن اتش اي او اليوروبيان. اليوروبيان بينزلوا نص سنتي عن الامريكان، الامريكان بيتكلم على 5.5، اليوروبيان بتتكلم على 5. فاحنا خلاص الموضوع ده، العين لو عنده هيريتابل كوز يعني عنده مرفان او لويس دايتس، يعني لو احنا بنتكلم على بلدنا طبعا احنا ما عندناش تيست، فاحنا المرفان سندروم اللي هو العيان الطويل اللي هو اللي عنده وينج سبان كبير، اللي هو عنده صابعه بتتني والحاجات اللي هي بتاعت اللي اعرف بيها المرفان سندروم. الانر دانوس تقريبا شبهه، او لو عملت له في الايكو لقيت فيه بايكاسبر ايورتيك فالف يبقى احنا بنتكلم على 4.5 سنتي. لو العيان ما فيهوش الحاجات دي يبقى احنا بنتكلم على 5.5 سنتي او 5 سنتي. من ساعتها نقدر نعمل، طبعا ده بيختلف اذا كان في ايورتيك انسفيشنسي او ما فيش. لو في ايورتيك انسفيشنسي يبقى احنا بنتكلم ان العيانين دول هيخش يعمل ايورتيك انسفيشنسي، يبقى احنا بنتكلم على 4.5 سنتي مادام هو داخل عشان الايورتيك انسفيشنسي سيمتوماتيك. طيب هنرجع برضو نفس الكلام ده بطريقه ثانيه، ان احنا اكتر من 45 ده انديكيشن. ده هنا اكوردنج تو ذا جايد لاينز بتاعه الامريكان هارت اسوسيشن، قلنا في المرفان سندروم 45، 50 في ميلي في البايكاسبت، 50 في المرفان لو معوش ريسك فاكتور، اكتر من 55 في الباقيين. لو معاه اورتيك ريجيرج يبقى اكتر من 45، يبقى معاه اورتيك ريجيرج يبقى اكتر من 45، معوش اورتيك ريجيرج يبقى هنتكلم على 55. لو ما فيهوش ريسك فاكتور وما هواش مرفان، لو مرفان يبقى 5 او يعني 50 ملي لو هو مرفان معوش ريسك فاكتور، و45 لو هو في ريسك فاكتور. يعني ايه ريسك فاكتور؟ يعني في حد من اهله حصل له دايسكشن او انيوريزم قبل كده، دايسكشن او رابشر. لو في حد من اهله او هو عنده هايبرتنشن، لو حد من اهله حصل له دايسكشن او رابشر قبل كده يبقى في الحاله دي هو فيري هاي ريسك جروب ان هو يحصل له دايسكشن او رابشر زي اهله، زي حد من قرايبه فيرست ديجري ريليتيف. في الحاله دي نفتح طبعا لو الجروث بتاعه اكتر من 3 ملي بير يير، طبعا اورتيك انسفيشنسي او فاميلي هيستوري اوف دايسكشن او ان كنترول هايبرتنشن. تمام. طيب هنعمل له ايه؟ هنعمل له جرافت ريبليسمنت انتربوزيشن جرافت. طيب هنا احنا هنتكلم على العيان اللي هو الاف تي جي، العيان اللي هو احنا بنتكلم على روت انيوريزم، بس ما فيش روت انيوريزم، يا دوبك الاس تي جي هي اللي دايليتد، الساينس السليمه والانيوريزم السليمه، يبقى الدايليتيشن هو اسيندنج ايورتيك انيوريزم ومعه ايورتيك انسفيشنسي. تمام. فده يخش معانا في الانيوريتيك تيزيا، لان احنا قلنا اسيندنج ايورتيك انيوريزم ما قلناش اورتيك روت انيوريزم، يعني مش شرط الساينسز تبقى دايليتد عشان نتكلم ان ده روت انيوريزم، ممكن تبقى الساينسز نوت دايليتد ويبقى العيان ده اقول عليه انيوريتيك تيزيا برضه. في الحاله دي هيبقى الدايليتيشن موجود على مستوى الاس تي جي بس، ساينيتيوبولار جنكشن الاس تي جي بس هي اللي دايليتد. في الحاله دي سوبرا كرونري كوندوي از مور ذان انف، مكنه طبعا لو اكستندنج للارش يبقى هعمل هيمي ارش او توتال ارش، فده قصه ثانيه هعمل مع برين بروتكشن. لو مش اكستندنج للارش يبقى هعمل اسيندنج اورتيك ريبليسمنت سوبرا كرونري كوندوي. الفكره بتاعته ايه؟ ان انا الاس تي جي بس هي اللي دايليتد. لو لميت الاس تي جي زي الرسمه اللي قدامنا باينه، اس تي جي دايليتد، لميت الاس تي جي بالتيوبولار جرافت ده هيؤدي ان الايورتيك انسفيشنسي هيروح. طب هعرف منين؟ هعرف منين ازاي؟ ان انا بعلق على الثلاثه كوميشرز واقربهم من بعض، واخد الثلاث تعليقات ببروليد واقربهم من بعض، لقيتهم بيجوا على بعض وشايف الاريا اوف كابتيشن كويسه، هاخد الدايمتر ده ما بينهم، هجيب مقاس الصمام واشوف الدايمتر بتاع مقاس الصمام، يبقى ده مقاس الجرافت اللي انا هحطه. يبقى حطيت مقاس الجرافت ده هيعمل لي هي ريستور الكومبتنس بتاعه الفالف. تمام. فده الطريقه اللي بعمل بيها دايليتد اس تي جي، يبقى بعلق على الثلاثه كوميشرز بقربهم من بعض، الدايمتر بتاعهم بقيسه مقاس الصمام، الدايره اللي ما بينهم الثلاثه ده هيديني مقاس الجرافت اللي انا هحطه، هيديني هيمنع الايورتيك انسفيشنسي في الدايليتد اس تي جي. تمام. طيب لو المشكله عندي في النون كرونري ساينس بس هي الانيوريزمال،
يعني عندي بايليتد اس تي جي والانيوريزمال نون كورونري سينس، يبقى الوحيده اللي اقدر اغيرها الوحيده في الباقيين كلهم ان اقدر اغيرها من غير ما اقدر اغير الباقيين، من غير ما اغير الروت، هي النون كورونري، لان ما فيهاش كورونري. فالنون كورونري هعمل تانجت جرافت، نفس اللي عملناه بالظبط في الـ 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 في الاسينج يورتيك ريبليسمنت، وان انا ازود كمان ايه تانج او اعمل فاشنينج لتانج ينزل على النون كورونري ساينس، وده هيرستور الكومبتنس بتاع الفالف وهيشتغل كانه نيو اورتيك ساينس واشتغل عادي خالص ومفيش اي مشكله. يبقى لو عندي، وطبعا وقال لك الهايت بتاع الابروكسيمتلي ايكوال تو ذا، يعني انا لو جرافت مثلا استخدمت الجرافت 30 يبقى انزل 3 سم. انزل في حد عايز يسأل سؤال؟ في حد المايك بتاعه مفتوح؟ في حد المايك بتاعه مفتوح؟ احنا هنعمل ميوت للناس كلها عشان نقدر نكمل. تمام؟ تمام. يبقى الانيوريزم النون كورونري ساينس هعمل تانجل جرافت، التانجل جرافت هيبقى كافي ان هو يرستور الريستور الكومبتنس بتاعت الفالف ويمنع، وفي نفس الوقت اعالج الانيوريزم في النون كورونري ساينس. طيب قلنا طوله هنستخدم نفس الطول، نفس دايمتر بتاع الجرافت، يعني لو جرافت 30 يبقى هاخد 3 سم، هنزل 3 سم يبقى دول كافيين يعملوا لي النون كورونري ساينس على طول. تمام الهايت. تمام نيجي بقى لو المشكلة زي ما قلنا، هنرجع لورا، لو مشكلة في السينسز، أو هنا المشكلة في السينسز بس، إنما مفيش مشكلة في الأنيوس، يعني سينسز فالزالفة مع الاس تي جي، يبقى ده مانجمنت، يبقى السبب بتاع الايورتيك انسفيشنسي مش الدايليتد سينسز. احنا قلنا الدايليتد سينسز ما بتعملش ايورتيك انسفيشنسي، إنما هو الدايليتد اس تي جي، ولكن الأنيوس السليمة، الانيو السليمه والسب كوميرشال ترينجلز سليمه زي ما هي. يبقى هعمل ريموديلنج او يعقوب اوبريشن. يعقوب اوبريشن دي عملها مجدي يعقوب في الثمانينات، عمليه فكرتها بسيطه، ان انا بعمل فاشنينج للجرافت اللي انا هحطه نفس شكل الفالف، يعني انا هقص الفالف زي ما في الرسمه هنا، هقص مش الفالف، هقص الروت، هشيل السينسز والفالفه واسيب الانيوس بالفالف اللي ماسك فيها، فبالتالي هطلع بكرونرز، هقص الفالف وامشي عليها داير ما يدور. ادمت تمام، همشي داير طالع نازل زي نفس شكل الرسمه اللي احنا حطيناها في الاول في الجرافت، وهقص نفس القصه دي في الفالف، وبعدين هوصلهم هم بعض. يبقى هقص كراون شيب فوق، اللي طالع تحت هيبقى داخل جوه فوق، واللي نازل تحت فوق هيبقى داخل نازل تحت، بحيث ان هما يعشقوا ومعشوق يتعشقوا في بعض، واخد الغرز بتاعتي داير ما يدور. وهنا يبقى السبب سبب الايورتيك انسفيشنسي هو الاس تي جي، وطبعا الدايليتد ساينسز بتبقى معانا. يبقى هنا العمليه دي عملت ريبير للساينسز عشان ما يحصلش دايسكشن او ابشن منها، وعملت ريبير للاس تي جي لانها لغتها، فعشان كده ما حصلش ايورتيك انسفيشنسي، مش لانها عملت ريبير للساينس. طيب وبعدين طبعا بعد كده ازرع الكروناري ارتريز على الجرافت في مكانهم زي البنتال العاديه، الكروناري امبلانتيشن زي اي عمليه في الـ في الـ في الـ في الروت، بزرع الكروناري ارتريز. طيب الريموديلنج تكنيك دي فيها مميزات وفيها عيوب. مميزاتها الاساسيه انها ثابت الانيوس زي ما هي، ما لعبتش فيها، فبالتالي الانيوس السب كوميرشال تريانجلز والكلام ده بيوسعوا ويضيقوا فيسيولوجيكالي زي النورمال يورتا تماما. وحتى في بيبر عملها مجدي يعقوب من حوالي السنه اللي فاتت تقريبا، او مش السنه اللي فاتت، اللي قبليها في 2018، نشرت في الجي تي سي في اس، قالت ان جورنال اوف ثراسيك اند كارديوفاسكولار سيرجري، قالت ان عملت ام ار اي ستادي وقارنتها بين النورمال انديفيديوال والريموديلنج تكنيك،
وشافت هل الهيمودايناميكس بتاعتهم مختلفه، طلع الهيمودايناميكس almost identical. فالريمودلينج تكنيك بتديك فيسيولوجي almost identical للطبيعي، almost identical like normal. فدي الميزه بتاعتها الاساسيه. انما على الاذر هاند فيها عيب قاتل، انها بتسيب الانيولس ما لعبتش فيها، بتسيب جزء من الايورتيك هول. الجزء اللي من الايورتيك هول ده بيخليها انها عرضه ان الحته دي بيحصل فيها انيوريزم ليتر اون. والانيوريزم ليتر اون ده في العينين اللي هم المارفان سيندروم، كل الكونكتيف تيشو ديس اوردرز بيبقى عرضه، ودول الميجر كوزز بتاعه الايورتيك روت انيوريزم او الانيوريورتيك تيزيا. ده بيخليهم ان هم عرضه ان هم يحصل لهم ريكرنس اوف سيمتومز، ريكرنس لانيوريزم، وممكن يحصل لهم دايسكشن، ويحصل لهم انسفيشنسي كمان نتيجه ان هو ما لعبش في، ما ثبتش الانيولس، ما عملش ستابلايزيشن للانيولس. ودي الميجر دروباك اوف ياكوب اوبريشن او ريموديلنج تكنيك. وعشان ده النتيجه، ده ادى النهايه على الفيرير ريت بتاعها على لونج تيرم في الـ في الـ في المارفان سندروم بقى عالي. وفي ناس بتعتبرها حاليا في المارفان سندروم انها كونترا انديكيتد ان انت تعمل ياكوب اوبريشن او ريموديلنج تكنيك. بس هي لغايه دلوقتي بتتعمل في التايب اوف بيشنتس اللي فيها اس تي جي dilatation و sinus dilatation without affection للانيوس. ولازم العيان ده طبعا ما يبقاش عنده حاجه من connective tissue disorders. طيب ايه الاذر تكنيك ده؟ التكنيك اللي عمله تايرون ديفيد في تورونتو، التكنيك ده اللي اسمه ديفيد اوبريشن. ديفيد اوبريشن قال لك ايه مشكله يعقوب؟ مشكله يعقوب ان هو ما بيعملش stabilization للانيوس. طب انا اعمل stabilization للانيوس، فعمل حاجه اسمها ري امبلانتيشن. يعني ايه؟ يعني انا باخد الفالف الكوندويتس بتاعتي واحطها حوالين الفالف مش جوه الفالف. يعني ايه؟ هقص نفس القصه اللي قصتها في ياكوب اوبريشن، طالع نازل في الفالف زي ما بعمل على طول عادي خالص، كاني نفس القصه. تمام. بعد ما اقص القصه دي انا هوريكم صورة دلوقتي للأوبريشن دي أوضح. تمام، بس خليكم معايا. تمام، هنا عمل القصة اللي هي طالع نازل زيها زي يعقوب أوبريشن بالظبط، طالع نازل وقصيت الفالف وبعدين علقت على الثلاثة كوميشرز. تمام، بعد ما علق على الثلاثة كوميشرز اتاكد ان الفالف ده هيحصل له كومبتنس، فان هو يقرب الكوميشرز لبعض، فالكوميشرز قربت من بعض، يبقى الفالف ده هيبقى كومبتنت بالشكل ده. تمام، زي ما باينه في الصوره اللي قدامنا دي. تمام، بعد كده هيقيس المقاس اللي هو بتاع اللي هو هنا 28 اللي ما بين الثلاثه كوميشرز، قلنا هيعلق الثلاثه وبعدين يحط المقاس بتاع الصمام، فطلع 28. طيب هو هياخد جراف 28، بعد ما هياخد 28 هياخد غرز زي ما احنا حكينا، هياخدها في السب كوميشرال تريانجلز وداير ما يدور في البيزر رينج اللي هي في الباثولوجي اللي قلناها في الاناتومي، البيزر رينج اللي تحت خالص اللي بتقفل السب كوميشرال تريانجل، هياخدها داير ما يدور غرز زي غرز الصمام من جوه لبره. تمام، على تفلون، من جوه لبره على تفلون لغايه داير ما يدور في كل الصمام، ما عدا في حته واحده بس اللي هي في الجنكشن ما بين النون كرونري ورايت كرونري، اللي هي الكوميشر ما بين الرايت كرونري والنون كرونري. ليه؟ لان هي الحته دي اللي فيها الباندرو فيس، فالباندرو فيس بتعدي في الحته دي، فيفضل ان احنا نطلع فوق شويه يعني نلزق في الصمام سنه، نعلي الغرز بتاعتنا ما ننزلش تحت قوي عشان ما نطلعش ببلوك. تمام، هياخد غرز داير ما يدور، بعد كده هياخد الجرافت وهيعلقهم في الجرافت. تمام، علق الغرز دي في الجرافت ونزل الجرافت حوالين الصمام. تمام، اهو نزل الجرافت في الصوره دي زي ما باينه، نزل الجرافت حوالين الصمام، يبقى الجرافت حوالين الصمام داير ما يدور. بعد ما ينزل الجرافت حوالين الصمام بيحط هجر 23 او 24 بحيث ان هو لما يجي يربط الغرز دي ما تضيقش الانيولس. تمام، قوي بحيث ان ما يحصلش اورتيك سينوزس، ويربط الغرز يبقى الصمام جوه الجرافت. بس هو الغرز دي مش هيموستاتيك،
لان الغرز اللي خدها دايما يدور دي ما قفلتش ما منعتش البليدنج، انما اللي هيمنع البليدنج الغرز اللي بعد كده هياخدها داير ما يدور تمام طالع نازل ماتريس سوتشرز يمشي على الريمننت بتاع الهول اللي فاضل في الانيولس وياخدها في في داير ما طالع نازل مع الصمام بتاعه، ان هو معلق الثلاثه كوميشرز هيمشي بالغرزه اللي معلقها في الكوميشر دي بعد ما علقها في الصمام في الجرافت هياخدها داير ما يدور طالع نازل ماتريس سوتشرز نفس الغرزه يلف بيها لغايه ما يوصل الكوميشر الثاني، وبعد ما الكوميشر الثاني يطلع بيه يلف بيه تك 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 لغايه لما يكمل الصمام كله داير ما يدور ويبقى ده عمل الريبير بتاعه تمام. وبعد كده بيعمل تيست بووتر ويتاكد ان مفيش انسفيشنسي تمام. وهنرجع تاني لل هنرجع تاني لل هنرجع تاني للرسمه بتاعتنا. يبقى ديفيد بروسيجر زي ما قلناها هياخدها داير ما يدور غرز من تحت وبعد كده يركب الصمام حوالين الصمام وبعد كده هياخد الصمام او هياخد الانيولس هيقعد يخيطها في الجرافت من بتاعي يبقى جرافت سوري الجرافت حوالين الصمام حوالين الروت وبعد كده بعد ما ثبته بالغرز السب انيولر سوتشرز هثبت امشي على الريمينانس بتاعت الريبير بتاعت اليورتيك وول طالع نازل مع من اول الكوميشر لغايه النادير لغايه طالع تاني الكوميشر مع النادير داير ما يدور لغايه لما اكمل الغرز بتاعتي وبعد كده ازرع كرونالتس اخر حاجه. طب مشكلتها ايه الري امبلانتيشن تكنيك؟ انها تكنيكالي فيري ديفيكلت، تكنيكالي ديفيكلت ومحتاجه سيرجيكال اكسبيرينس عشان تقدر تعمل هذا تايب اوف ريبير. دي اول مشكله. تاني مشكله ليها ودي كانت في ديفيد 1 بروسيجرز وده بعد كده تجنبها ديفيد في الاذر في ديفيد 4 وديفيد 5 هنتكلم عنهم. ديفيد 4 دي بطلوها، هي ديفيد 5 هي يعني ان 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 هو هنا ما عملش ايورتيك ساينسس خالص، يعني يعقوب اوبريشن عمل خده على حجم الساينس، فلان لما خد الغرز بتاعته على حجم الساينس ده خلاه ان هو هيبقى بعيد اليورتيك فالف لما يفتح ويقفل مش هيخبط في الوول تمام، فمش هيحصل فهيحصل ايدي كارنس وهيحصل كرونال بيرفيوجن وهيحصل كل الكلام اللي موجود في النورمال ايورتيك روت. لكن ري امبلانتيشن تكنيك ما عملش كده. ري امبلانتيشن تكنيك خده على حجم الانيولس تحت، فانه خده على حجم الانيولس تحت ده خلى ان اليورتيك فالف لما يفتح ويقفل الليفلس هتخبط في الوول، فلما هتخبط في الوول يبقى مش هيحصل ايدي كارنس. لما مش هيحصل ايدي كارنس اول حاجه هيحصل فيها وير اند تير في الليفلت نفسها، فعلى اللونج تيرم هيحصل فايبروزس في الليفلت ده نتيجه التروماتيك انجري تمام. هون كان في ناس تقول الكلام ده ما بيحصلش، بس انا بنتكلم على الانتقادات للديفيد تكنيك. نمره 2 ان مش هيحصل ايدي كارنس ومش هيحصل كورونال بيرفيوجن والحاجات زي كده، فالناس بتتكلم ان ري امبلانتيشن تكنيك از نون فيسيولوجيكال تمام، والهيمودايناميكس ستاندرز بتاعتها الريزلتس بتاعتها مش كويسه، ولكن سبورتد الديفيد تكنيك سبورتد لونج تيرم ستاندرز بتقول انها ذا بيست اوبريشن من ناحيه اللونج تيرم بتاعها في الريت اوف ري اوبريشن والريت اوف ايورتيك انسفيشنسي على اللونج تيرم. طيب دي هنا الديفيد بروسيجر ازاي تطورت. طبعا ديفيد 1 دي اللي احنا شرحناها، ديفيد 1 بروسيجر لو خدت بالك من الرسمه هتلاقي هي اللي احنا بنطالع نازل بالغرز، والغرز اللي تحت اللي مثبته الجرافت في البيزر رينج، والغرز اللي فوق طالع نازل ماشيه على الريمينانس بتاعت الوول تمام. هي الهيموستاتيك ستادز هي هيموستاتيك سوتشرز، وهي اللي بتثبت بتمنتين الشكل بتاع الفالف المرفوع لفوق اللي الليفلز بتاعته مختلفه. طيب ديفيد 2 هي يعقوب، هي هنا الكلاسيفيكيشن. ديفيد ما اخترعش ديفيد 2 وما قالش انه اخترعها، ولكن ديفيد 2 هو عشان تو مينتين الناس لما تيجي تتكلم على الفالف سبيرنج بروسيجرز تبقى ما تقعدش تقول يعقوب ديفيد ريموديلنج ري امبلانتيشن، وان كان الناس بتقول لغايه دلوقتي الكلام ده، بس عشان مينتين الناس لما تقول ديفيد 1 يبقى الناس فاهمه هو عمل ايه، ديفيد 2 يبقى هو اللي اتعمل ريموديلنج تكنيك، يبقى ديفيد 2 هي يعقوب
يبقى الريموديلين تكنيك تايرون ديفيد سماها ديفيد 2 او تايب 2 اللي هو فالف سبيرنج بروسيجر اللي هو يعقوب. لو حبيت في ناس قالت طب ما انا اعمل يعقوب بروسيجر وبعدين احط سب كوميشنال رينج تحت عشان سبورت ال سبورت الانيولس تحت زي ال يعقوب اوبريشن سوري زي ديفيد بروسيجر واطلع بنفس النتائج فسماها ديفيد 3 اللي هي معها انيول بلاستي رينج تحت يبقى انيول بلاستي رينج بلس يعقوب اوبريشن سماها ديفيد 3 تمام. ديفيد 4 ان انا بستخدم حجم جرافت ثلاث مقاسات اكبر من حجم الانيولس ده سماه ديفيد 4 او بستخدم خمس مقاسات اكبر ده ديفيد 5. وهو دلوقتي الناس بتستخدم الديفيد 5 بروسيجر خمس مقاسات اكبر عشان اعمل حاجه شبه الانيولس تبقى كبيره شويه وفي نفس بعد كده اضيقها فوق عشان لما اوسعها واضيقها اعمل حاجه شبه الساينس اوف الظرفه يبقى اتساع شبه الساينس اوف الظرفه لما اضيقه فوق يبقى يديني الشبه اضيقه تحت عند الغرز اللي تحت واضيقه فوق عند الغرز عند الجنكشن عند الساينوتيوبال جنكشن فاعمل حاجه شبه الساينس اوف الظرفه واخد خمس مقاسات اكبر دي تو عشان يواجه الانتقادات بتاعت ديفيد 1 بروسيجر الناس بتقول انها نون فيسيولوجيكال ولغايه دلوقتي ما ثبتش ديفيد 5 احسن ولا ديفيد 1 بروسيجر احسن وفي ناس لغايه دلوقتي بتعمل ديفيد 1 بروسيجر وتقول انها شغاله معاها كويس جدا وتدي معاها ريزلتس ممتازه فدي ديفيد بروسيجر ويعقوب. طيب هل في اذر ريبيرز؟ في بير انا المكان اللي كنت فيه كان في فلوريدا ناس كانت بتعمل في كان دكتور توم مارتن او توماس مارتن كان عمل تكنيك لذيذ جدا سهل جدا اسمه فلوريدا سليف بروسيجر. فلوريدا سليف بروسيجر بتاخد روح ديفيد بس ما بتعملش ديفيد على اسهل بكتير جدا. ايه هاخد نفس الفرق ان انا مش هقص القصه بتاعه الديفيد بروسيجر انا هقص عادي خالص فوق الساينوتيبولار جنكشن اروح اقصص الايورتا بس اسلك حوالين الكرونريس وبعدين افتح كي هول في الجرافت بتاعتي كي هول زي فتحه المفتاح تمام كي هول يعني مفتاح فتحه المفتاح تمام واخد اربع غرز بالعدد غرزه تحت كل كوميشر تمام اربع غرز بالعدد غرزه كنا بناخدها سته زمان دلوقتي بقينا بناخد اربعه غرزه تحت كل كوميشر وبعد كده غرزه في الـ 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 في النون كرونري في نصها يبقى اربع غرز بالعدد غرزه تحت كل كوميشن وغرزه تحت تحت نص النون كرونري تمام واثبتهم في الجرافت وبعدين انزل الجرافت وبعدين باخد بخيط الكي هول دي بخيط الجرافت في نفسه تحت الكرونري تمام يعني بلف باخد غرزه في الجرافت وبعدين اعديها برايت انجل تحت الكرونري وبعدين اخدها في الجرافت من الناحيه الثانيه وعشان كده باخد واحده في النون كرونري اللي ما فيهاش كرونري ودي اللي بتعمل لي ستابلايزيشن للانيولس تمام وبعدين عند الابر ليميت بتاع الجرافت طبعا بستخدم فالزولفا جرافت اللي هو الواسع ده وغالبا بيبقى 32 ده مقاس بينفع في كل العيانين فهو تكنيك ابسط بكتير جدا اسهل بكتير جدا ما فيهوش حسابات كتير ما بقعدش اقيس خالص فيه بستخدم 32 في كل العيانين اولموست بخيط الجرافت داير ما يدور تمام فبتخيط داير ما يدور على ال من فوق بعد ما تخلص تنزل الجرافت بتقصه عند الفالزلفا عند الساينوتيبولار جنكشن وبعدين بتاخد ماتريس سوتشر كونتينوس بتثبت فيها الجرافت في الـ في الـ في الـ في الايورتيك وول وبعد كده بتجيب جرافت تاني مقاس صغير عشان ننتين الساينوتيبولار جنكشن تبقى ضيقه وصغيره ودي اللي بتعمل بيها الانستموزس بتاعك مع الاسيندنج او مع الارش او وات ايفر هتعمل الديستانستموزس فدي تستخدم 32 تحت وفي الاغلب اللي فوق دي تبقى 28 26 حسب المقاس اللي هتحطه تمام. ففلوريدا سليف بروسيجر بتديك ريبير تايب اوف ريبير سهل جدا ما فيهوش مش محتاج خبره كبيره ومش محتاج تكنيك عالي والناس اللي بتوع فلوريدا اللي انا كنت بشتغل معاهم بيارجيو عندهم لسه منزلين بيبر طلع في 2019 لونج تيرم ستادس 20 سنه الريزلتس بتاعتهم عندهم مطلعين الفريدم فروم
freedom from re-operation 98%. يعني ما حصلش محتاجوش 98% من العينين محتاجوش re-operation نتيجة. والfreedom from aortic insufficiency أكتر من moderate aortic freedom from more than moderate aortic insufficiency 10 years after surgery حوالي 92 أو 93%. وعدد قليل جدا من العيانين احتاجوا ريدو سيرجري بعد العملية دي لأنها ايزي تكنيك ومشاكله قليلة. مشكلته الوحيدة الغرز اللي بتاخدها من تحت حوالين الكورنري لازم الكورنري لازم تبقى البوتن لازم الكي هول اللي انت فتحه الكورنري يبقى واسع عشان ما يضيقش الكورنرز. ويعني وانت طالع بتعمل ايكو بتشوف اذا كان لو لقيت ان في مشكله في الرجوع والقلب في سيجمنتال والموشن منتهى البساطه من غير اي حاجه بتجيب مقص وتوسع الفتحه بتاعت اللي حوالين الكرونري بتلاقي العين رجع زي في طلقه مفيش اي حاجه ودي شفناها كتير جدا ولا اي حاجه والعين بيرجع كويس جدا ما بيبقاش فيها مشكله خالص. تمام طيب هنتكلم على البنتال بروسيجر. البنتال بروسيجر دي اللي هي دي الجولد ستاندرد بتاعت زمان والناس كلها بتعملها لغايه دلوقتي. ليه الناس بتعمل البنتال بروسيجر لغايه دلوقتي؟ لانها ريلايبل. يعني ريلايبل ايزي الريزلتس بتاعتها معروفه اولد اوبريشن النتائج بتاعتها محفوظه مش التكنيكال بروبلمز فيها مش كتيره. يعني ممكن يحصل لك تكنيكال بروبلم نتيجه ان انت البليدنج او حاجه زي كده انها مش هيحصل لك انسفيشنس لان انت حاطط بروستيتك فالف. طيب بتعملها ازاي؟ زي ما احنا قلنا عادي بتيجي بتاخد غرز زي غرز الصمام بتقص الصمام كله اي حاجه فوق الايورتا فوق الايورتيك فالف بتقصها وبتقص الايورتيك فالف بالمره. تمام وبعد كده بتاخد غرز زي غرز الصمام والصمام بيبقى يا اما جاي متثبت طبيعي في جرافت او انت بتثبته في جرافت بغرز. وهنا يختلف الناس. في ناس تقول لك تاخد الجرافت ثلاث مقاسات اكبر من الصمام. المكان اللي انا كنت بشتغل فيه كان بياخدوا الجرافت خمس مقاسات اكبر من الصمام وبعد كده تاخد الغرز بتاعتك في الصمام زي غرز الصمام عادي وتثبتها. لو عايز تعمل حاجه اسمها فرنش كاف تكنيك ان انت تاخدهم في الصمام وبعد كده تاخد تقلب الجرافت شويه فتثبت تعمل كف زي ودنه تقلبها فرنش كف دي الناس اللي ليها في الفاشن شويه اللي هي القميص المتني. تمام ده اسمه فرنش كف. فهو تقلب الجرافت حوالين الصمام وده لازم يبقى خمس مقاسات اكبر وتقلبه وبعدين تثبت الجرافت في الصمام وتثبت الغرز عادي خلاص وبعدين تاخد الحته اللي انت قلبتها دي ترجعها تاني وتاخدها كونتينوس في ريمنت اورتو كول بتقلل البليدنج وبعد كده بتزرع الكورونري بوتونز عادي خالص. عمليه ريلايبل وقديمه ومشاكلها قليله بس هي نفس مشاكل الايورتيك فالف العاديه ان هو هياخد ثرومبو امبوليزم ان يعني فيها ثرومبو امبوليزم العين هياخد ماريفان والمشاكل اللي هي بتاعه الصمامات العاديه خالص. يعني مفيش حاجه بنتال بروسيجر يعني مش محتاجه حاجه. طيب على لونج تيرم هل فالف سبيرنج بروسيجرز مختلفه عن الاذر بروسيجرز في هل عن البنتال هنا الجراف ده عشان نشوف هل المورتاليتي فريدم فروم اول كوز مورتاليتي بتاعه الفالف سبيرنج زي البنتال ولا احسن ولا اوحش. طلعت احسن. دي طبعا اكبر دراسه اتعملت على ديفيد بروسيجر وعملها تايمون ديفيد على 25 سنه. تمام طلعت فالف سبيرنج بروسيجرز نتائجهم بكل انواعهم يعني فيها عيانين في عيانين ريموديلنج وفي عيانين ري امبلانتيشن وفي عيانين فور سليف في انواع كتير جدا كلهم بكل انواعهم زي ما احنا شايفين المورتاليتي على اللونج تيرم احسن من سواء البايوبنتال او البايو سي في جي كومبوزيت جرافت السي في جي دي كومبوزيت فالفت جرافت البايو اللي هو بيستخدم فيها بايو بروثيتيك فالف الام سي في جي اللي هي الاحمر دي اللي هو بيستخدم ميكانيكال. هل شوف الميكانيكال زي ما احنا شايفين زيه زي البايو بالظبط هما الاثنين نفس النتائج انما الفالف سبيرنج بروسيجرز احسن. طيب هل الميجر ادفيرس اوتكمز نتيجه الفالف يعني فالف ريليتد ايفنتس يعني ثرومبو امبوليزم احتاج ري اوبريشن لانه حصل له انسفيشنسي في الفالف سبيرنج حصل له انفكتيف اندوكاردايتس كل الكلام ده طبعا الفالف سبيرنج بروسيجرز برضو عند 20 سنه احسن بكتير جدا. يعني انت لو قارنت
عند 20 سنه الفالف سبيرنج بروسيجرز احتاجت مشاكل اللي حصلت نتيجه العمليه دي حوالي 20% من العينين بس، لكن في الـ في الـ في الـ في الميكانيكال او البايوبنتال احتاجوا طبعا، البايوبنتال طبعا احتاجت اكتر ريدو عند 20 سنه وصل ل 80% تقريبا او 60-80%، انما الـ حتى الميكانيكال احتاج كتير جدا حوالي 50% حصل لهم مشاكل نتيجه الفالف بعد 20 سنه، انما الفالف سبيرنج بروسيجرز هنتكلم عن 20% بس. فالفالف سبيرنج بروسيجرز نتائجها احسن بكتير جدا، هيموديناميكالي احسن، على لونج تيرم احسن، عشان بس الناس اللي بتقول انا احط العين ده ميكانيكال فالف لان هو هيعيش معاه، ده مش حقيقي. الميكانيكال فالف عند على اللونج تيرم ما هوش احسن من الفالف سبيرنج بروسيجرز، مش زي ما الناس متخيله او زي الناس ممكن تكون تتصور ان الفالف سبيرنج بروسيجرز هتحتاج ري اوبريشن ليتر اون. شكرا. لو في اسئله نسمع، هنعمل unmute لكل الناس ولو حد عنده سؤال يقول. لا احسن احنا نعمل ميوت اول، واللي عنده سؤال يقوله هو. تمام، يعمل ميوت unmute لنفسه ويقول هو. تمام. السلام عليكم. شكرا دكتور محمود. محاضره جميله جدا. اسئله احنا عايزين اسئلة. حد عنده اسئلة؟ ايوه عبد الحي. ايوه نصر. بقول لك انت بتقول بتختار خمس مقاسات اكبر. خمس مقاسات ولا خمس ارقام يعني عشان ابقى فاهم؟ خمس ارقام. لان الجرافتات ارقامها زوجي. لا خمس ارقام. الجرافتات يعني ارقامها زوجي والصمامات. خمس ارقام. يعني انا لو قست عشان كده الارقام دايما فردي وزوجي، عشان كده بنقول يا خمسة يا ثلاثة لو خدت بالك. يعني انا دلوقتي لو نفترض ان انا قست الانيولس بقيس مقاس الصمام، فقست الانيولس قست لي 28، يبقى هاخد خمسة، هاخد 32 على طول، هاخد جرافت 32. تمام ماشي. محمود ازيك؟ بص في الجزء بتاع الفلوريدا سليف احنا دلوقتي خدنا اربع غرز من تحت ماشي، ثلاثه تحت كل وروح ماشي وواحد تحت نص النان كرونري بالظبط كده، هطلعهم. طيب الثلاثه دول ماتريس سوتشرز زي غرز الصمام ماشي. تمام حلو تمام. ودول هاخدهم في الكوندويل اللي انا نازل بيه من فوق بالظبط كده. طب ماشي، وبعدين بقى فين الهيموستيزس هنا على مين؟ فوق في الغرز اللي فوق. فين؟ فوق خالص عند انا ما شلتش الروت، سايب الروت زي ما هو، ده حوالين الروت. تمام، الجرافت نازل حوالين الروت. هاخد الغرز زي ما هي في الرسمه اهي باينه، هاخد الغرز الجرافت في الروت من بره هثبتهم في بعض، وبعد كده الجرافت الثاني اللي هثبته في الجرافت والروت ده هو ده الهيموستاتيك سوتشرز. يعني مفيش غرز تحت غير الاربعه دول بس. طيب واللي هيمسك الكوروناري اللي تحت الكوروناري ده جرافت في جرافت. تمام، جرافت في جرافت، لكن مش هاخد غرز في حاجه من الوول خالص. تحت الكوروناري هاخد تحت الكوروناري جرافت في جرافت عشان منتين الانيولس، عشان انا كده عملت انيولوبلاستي عشان يفضل عامل سبورت للانيولس. ولو لقيت عندي مشكله وانا طالع هوسع الغرزه دي بالظبط كده، هوسع الجرافت. اسهل اوسع الجرافت، مش هوسع الغرزه. اوسع الجرافت. اوسع الجرافت ازاي؟ بمقص مشرط. تمام، اوسع الجرافت فين؟ شاور لي على الصوره اهي، حوالين الغرزه دي، حوالين اخد سناب يعني في بالظبط اللي انا عاملها كي هول. لو حسيت ان الكورونا ممكن يكون متضايق شويه. تمام، تسلم ايديك. شكرا. تمام، في اسئله تانية؟ طيب احنا كده هنستوب ريكوردينج. تمام.